على أصوات 0522-77-24-24. نعيمة، عاد توصلت بالسؤال ديالك. كتقول الراتب ديالي كل 15 يوم 1100 درهم أستاذ بن ساسي، يعني 2200 درهم في الشهر. عندها تاكسي كل صباح 10 درهم، شحال من يوم في والغداء 20 درهم، 10 درهم و20 هي 30. وبعض المرات بعد النوبات زعما باش ما تقلقكش راه كديه من الدار. مزيان. عندها تليفون 10 درهم كل اسبوع، 30 نعم. درهم. حنا اللي درنا 22 يوم. عندها 660 درهم. ايه 660 درهم الا حيدنا لها من 2200 درهم بقات لها 1540. عندها التليفون 10 درهم كل اسبوع، كل هي 40 درهم. نديرو 50 درهم انا. وعندها 50 درهم ديال القرعه. 50 درهم ديال القرعه في السيمانه حتى هي هذه؟ 50 درهم في الاسبوع. اذا هي واحد 200 درهم في الشهر. وعندها واحد الصندوقه ديالها في الدار كل مره وشحال كتلوح فيها؟ تقريبا داك شحال كل مره وشحال كتلوح فيها، شحال كتلوح فيها ما نعرف، وانما في البنكه دارت مره وحده حطات فيها 800 درهم. دابا هي بغات تجمع في الحقيقه. هو السؤال دابا فهمت شنو هو السؤال. السؤال هو شحال كاين في ديك الصندوقه. لا، وكتقول بانني بغيت نجمع لانني بغيت نقرا اللغات، وكنمشي عند واحد الطبيبه ديال الجلد كل مره كنحصل في الفلوس، ما عندهاش الفلوس. كنتمنى نلقى من عندك استاذ بن ساسي، نلقى من عندك حل وجواب. كتقول بانها كتحس بك بحال الاب ديالها. صديقه هي كتجاوبك 600 درهم 12000 ريال. شحال هذه باش بدات كتحط في ديك الصنديقه؟ المهم دابا هذه بدايه، ومازال مازال اغنيه هذه. اذا اولا حقاش الاولى اللي عجبني في التجربه ديال نعيمه هو نعيمة طالبي، بدات كتلمس الهدف، عندها واحد الهدف، بغات تقرا. تماما، وهذا مهم جدا. انا تنقول نعيمة هذا الهدف واش كاتباه؟ الا ما كنتيش كاتباه ارجوك كتبيه اليوم، كتبيه. نعم، لان بزاف ناس كيتسالوا على شنو الاهميه ديال نكتب الهدف ديالي. كان تواصل معايا اخ عزيز وطرح معايا سؤال قريب لهذا، قال لي عندي بزاف ديال الطموحات وعندي بزاف ديال الاهداف وباقي ما راسيش العقل ديالي على شي حاجه معينه. قلت له كتب داك كل داكشي اللي تيخطر ببالك، شوف اشنو اللي كتلقاه كيشغلك اكثر. قال لي الحاجه الفلانيه، وسمى لي واحد المجال. قلت له علاش غدير هذاك المجال اللي كيشغل البال تاعك اكثر؟ شنو المكان اللي ممكن يتنفذ فيه؟ شنو هو الاشكال اللي ممكن ياخذها؟ إلا كان ياخذ شكل تاع سياره، شكل ديال محل تجاري، شكل ديال مؤسسه، شكل ديال لباس معين، شكل ديبلوم، صورهم. لكن ناخذ مثال اللي كنت ياخذ شكل تاع سياره، خذ صوره لشي سياره من داك النوع وسير وعلقها ودير واحد الطابلو وعلق ديك، ثم خدم على ديزاين وصوب واحد الشكل ديال المشروع اللي كتحلم به انت وعلقوا. وفي ما تبان لك شي فكره عندها علاقه بديك الفكره ديالك صورها ولصقها تما، جمله اكتبها، عباره اكتبها. اشنو اللي غادي يحصل في هذه الحاله؟ العقل ديالك باطن كيبدا يشتغل معاك لصالحك بالطريقه اللي يخلي هذاك الشيء المشروع اللي كتعبره واللي كتكتبه كياخذ بشويه. رجعوا للحاله ديال هذا اللي غنقول نعيمه. اذا انت عندك واحد الطموح، اللغات، شنو اللغه اللي بغات تدرسي؟ وبداي فيها من غدا. اليوم الانترنت متاح، لا دخلتي يوتيوب بغات تعلمي اللغه الانجليزيه، ديري الف عباره مشهوره باللغه غتلقيها بالعربيه وبالفرنسيه، ولا بالفرنسيه والانجليزيه، ولا بالانجليزيه والعربيه. وبداي سيري خذي كتاب، ثم سيري تسجلي في اقرب مؤسسه، في اقرب فرصه، بداي ورطي نفسك بهذا المعنى هذا، ورطي وغتولي بزز منك. غير تخلصي الشهر الاول وخاصني نخلص الشهر الثاني وتخرجي لها فلوسها. نعم. اذا مادام عندك هدف واضح ورطي راسك فيه. كتقول الانجليزيه والفرنسيه موفقه نعيمه، وعاود ربط بينا الاتصال النهار اللي غتسجل في المدرسه ديال تعلم اللغات، عاود ربط بينا الاتصال. شكرا لك. الافه ديال اكثر الاهداف لما ما كنفذوهاش.